تلفوني شخص صغيرا، واحد يقول لي ما عاد فلان من مركز الشرطة. نعم، في عليك قضية في النيابة. قضية في النيابة؟ إيه، عندك تحقيق في النيابة العامة يوم الأحد. قضية شنو؟ ما تعرفين عليك قضية في النيابة؟ لا ما أعرف عليك قضية في النيابة. ما تقدر تقول لي؟ لا ما أقدر أقول لك. أوكي، رحنا سألنا استفسرنا يمين يسار شنو القضية. قضية نشر معلومات خاطئة في السوشيال ميديا. واللي يقول ما عندها شهادات، فهذه هو ترخيصي مع في البحرين، يعني ترخيص من وزارة العمل كأخصائي التغذية، صار لعندي أكثر من 10 سنوات. ولكن في هذه السنة اللي طافت، في هذا العام الذي مضى، صار سنة بالضبط، ما نقدر نجدد الترخيص. وهذه هي القصة. فالحقيقة هي أن أنا عندي شهادتين في التغذية. الشهادة الأولى قصيرة لمدة سنة تقريبا، خدتها بس لأن أنا كنت مريضة، لأن أنا كنت أبي أتعلم عن هذه البحر اللي هو الطب البديل والتغذية. ما كنت عارفة كفاية عنه، كنت أحتاج أتعلم وبسرعة عشان أشفي نفسي، لأن حالتي كانت صعبة في ذاك الوقت، من طبيب لطبيب، من دواء لدواء، من مستشفى لمستشفى. واضطريت أني ما كان في حلول، واضطريت أني ألجأ للتغذية والطب البديل، وغيرت حياتي تماما بهذا العلم، واكتشفت أنه هو بحر. وفعلا فعلا حسيت بحب وشغف تجاهه. فبعدها قررت أني أسوي الشهادة المطولة اللي هو تخصص كامل لمدة 4 سنوات، تخصص كأخصائية تغذية. فأخذت هذه الشهادة، شهادة التخصص، الشهادتين في الواقع، من الكلية البريطانية للصحة والتغذية، اسمها British College of Nutrition and Health. وبعدها صرت عضوة في شيء اسمه BAN، British Association of Nutritional Therapists، اللي هو أكبر جهة لها علاقة بالتغذية في بريطانيا. اجتماع طارئ مع هيئة تنظيم المهن الصحية. اجتماع طارئ، لازم الحين تين. ايش صاير؟ لا ما نقدر نقول لك شنو صاير، بس لازم الحين تين. اوكي، بنروح الاجتماع. فدخلنا الاجتماع، ومن بداية ترخيصك منتهي. ايه ترخيصه منتهي، ترى هو التجديد متعطل عندكم، يعني الموضوع واقف عندكم، لانه بس حولنا العنوان كذا كذا. وبعدين قعدنا يمكن ساعة ونص او اكثر حتى، في كلام كبير وتهديدات عن ان انت شلون قاعدة تنشرين معلومات خاطئة فيها تضليل للمجتمع على السوشيال ميديا. أوف. كان موجودين في الاجتماع شخصين من الهيئة، والمحامي أيضا مال الهيئة. فإن شلون هذه خطوط حمراء، وأنت تتكلمين في الكذب، وأنت ما تسوين أبحاثك عدل، وأنت هذه مو متخصصك، وأنت شلون تتكلمين عن الماموغرام، وشلون تتكلمين عن التطعيم، وما في أبحاث، وأنت غلط، وأنت كذا. إيه بس ترى في أبحاث كثيرة تبون تشوفونها، لا أصلاً هذا مو تخصصك، بس في مختصين كثيرين يتكلمون، وهذه أصلاً مدرسة من الفكر، متبنية هذه الفكر كامل، يعني هاي معلومات أصلاً موجودة اللي أنا قاعد أقولها على اللي ولا، وهذه خطوط حمراء. وبعدين أستلم رسالة فيها يجب التوقف عن تضليل المجتمع ونشر معلومات خاطئة، وإلا بتصير في تبعات قانونية. ومن ذاك الاجتماع وإحنا محاولاتنا في تجديد الترخيص اللي صار لعندي أكثر من 10 سنين، ما 11 ما 12 سنة، محاولات فاشلة. بعدين هذا الكلام، إحنا تقريبا صار الحين صيف، للحين ما في تجديد ولا في حتى شكل نية تجديد، وبس صار سكوت 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 تام. ليه ما صار شهر 11 وياتني هذه المكالمة من مركز الشرطة، في عليك قضية في النيابة، أحضري تحقيق. الحين شنو القضية؟ عقب ما سألنا، لأن ما حد راضي يقول لنا، نشر معلومات خاطئة في الصحة على السوشيال ميديا. خاطئة بمفهوم من؟ كم عدد المختصين حول العالم اللي ينتمون للفكر اللي أنا أنتمي إليه؟ يعني الطب البديل اليوم في تزايد ونمو وتوسع كبير، وعادي إنه مو دائما يختلف مع الطب التقليدي، يعني بس مو شرط إن أنا صح وأنت غلط. حين شهري طاف، يعني رحت النيابة العامة وصار التحقيق، وكان تحقيق طويل مزعج مذل، يمكن ساعة ونص من الهواش والتهديد، ويعني كان جدا مزعج، ويؤسفني اني انا اقول هذا الشيء، يؤسفني يعني. وعندهم كل دقيقة يطلعون لي شيء من الملف، والملف مالي اللي عندهم هالكبر تقريبا،
في نسخ من كل شيء انا حطته على السوشيال ميديا، كل الصور، كل الكلام اللي قلته. وانت ليش تتكلمين في التشافي بالسرطان بالطب البديل، وليش تتكلمين في ازاله الحصوات، وليش تتكلمين في التطعيم، وليش تتكلمين في كذا وكذا وكذا. بس هذه هي اشياء انا درستها، يعني اشياء انا درستها، هذه مو تخصصك، مو تخصصك. وحتى كان معاي الوالد يعني مسكين، كان يحاتي يعني، فقال لي باي معاك. ويا ريتني ما خليته، يعني يا ريتني ما خليته يشوف اللي صار في هذا التحقيق. المهم انه بعد عناء وصدمة اللي صارت ذاك اليوم، طلعنا من التحقيق بهذه تعهد وتوقعينا والا. بس انظر حولي، يعني في زمن زادت فيه الوجبات السريعة، التدخين، المخدرات، الكحول، تراخيص القهاوي، الشيشة، محلات التجميل، البوتوكس على كيفك، التوتر زايد، القلق زايد، الأدوية مضادات الاكتئاب أعلى من أي فترة زمنية أخرى. ولكن نشر الوعي بالطبيعة، يعني هذه يحتاج كل هالقصة اللي قاعدة تصير؟ لأن الناس ما تفهم، وأنت ممكن تضرينهم. يعني كفى تضليل بالناس، وكفاية لا تسمعون حق هذه حكي الواتساب يسمونه، هذه حكي واتساب. الحين أنا اللي بضرهم، حكي واتساب مين؟ كل الناس حكي واتساب، خلصت الشهادات، ما في أحد عارف يبحث، الحين أنا اللي بضرهم. ولكن ترخيصي في بريطانيا حاليا، ما عندي أي عمل في البحرين، عملي كله خارج البحرين. فأنا مو بس كأخصائية، كأم، كابنة، كزوجة، كمرأة بحرينية واعية مثقفة، المرأة البحرينية يعني وصلت لأماكن ما عليها كلام، فكمرأة بحرينية تساهم في تطور المجتمع وفي بناء الجيل القادم، لازم نتكلم في هذا الموضوع. وفي نهاية المطاف هذه المعلومة عندي، وباكر يسألني ربي يقول لي ايش سويتي في العلم اللي اعطيتك اياه. هذا اللي قاعده اسوي، قاعده انشره لكم، قاعده اعطيكم اياه، واتعلم معاكم ايضا. فشكرا لوجودكم في حياتي، فعلا فعلا ممتنه لمتابعتكم، الدعم، المسانده، الحب، كله 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 قاعد يوصل. فشكرا.